السلام عليكم شباب بريب 1 ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض cumulative تيست نمبر 10 تيليسون 3 يونت 2 تعالوا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم بصلاة والسلام على رسولنا الكريم في نمبر 1 بيقول choose تشوز correct انسر فروم ذس جيفن نمبر 1 3 تايمز اكس minus 1 ايكوالز 12 then 5 اكس ايكوالز دي equation لازم تجيب الفاليو بتاعت اكس الاول هتعمل ديفايد 3 اول حاجه تبقى اكس ماينس 1 ايكوالز 12 اوفر 3 12 اوفر 3 اللي هي 4 النيجاتيف 1 دي تروح هناك بالبوزيتيف تبقى 4 بلس 1 اللي هي كام 5 الاكس ب 5 يبقى هنعمل هنا 5 تايمز 5 اللي هي 25 نمبر 2 بيقولي which of the following equations has no solution in n معندوش حل في n، n هي الناتشرال نمبر اللي هي 0, 1, 2, 3 وهكذا. تعال نحل equation equation ونشوف ايه الحل اللي مش هيكون موجود في الناتشرال نمبر. لتر a بيقولي 2x equals 20 يبقى x عبارة عن 20 divided 2. اللي هي 10 ده natural number هنا هنعمل divided negative 2 يبقى negative 12 divided negative 2 negative divided negative positive 12 divided 2 تبقى 6 6 موجود هنا هتعمل divided negative 2 تبقى 10 divided negative 2 تبقى negative 5 negative 5 ده integer مش natural لأنه negative number فده الحل الوحيد اللي ينف

A over 3B equals, el A over B by 12. You banta chili A over BD would hot 12. Tab at 12 divided 3. 12 divided 3 before. Number 5 will which of the following represents a solution to the equation. 3x 3 times x plus 6 equals 0 in Q. Hanamel divided 3. the x plus 6. 0 divided 3 equals 0. 6 to the negative. x equals negative 6. Fini negative 6, at the letter C. نمبر 6 we لي two consecutive odd numbers عددين متتاليين بس اود their sum is 24 which of the following equations expresses that uh, هما طالما اود يبقى الاولاني اكس اللي بعديه اكس بلس 2 ليه يا مستر اكس بلس 2 هات اي عدد اود 5 اللي بعديه هيبقى كام 7 لاحظ ان هو زود 2 فالعددين دول السامشن بتاعهم كام 24 يبقى x plus x plus 2 equals 24 في number 2 بيولي we'll find the solution set for each of the following equations نمبر 1 3x minus 5 equals 16 in q مبدئيا انت بتحل ال equation ال number لازم يروح جنب ال number يعني يعني ال negative 5 دي تروح هناك بال positive سكيستين بلاس فايف سكيستين بلاس فايف اللي هي 21 يبقى X 21 divided 3 اللي هي 7 يبقى السلوشن ست بكام 7 عشان ال دي موجودة في الكيو اللي بعدها نمبر 2 بيقول لي, 2 times الاكس x 3 equals 1 minus x. 2 times الاكس x 2x. و 2 تايمز 3 plus 6 equals 1 minus x. هتاخد النيجاتيف x دي توديها هناك بالبوزيتيف تبقى 2x plus x. و 6 دي توديها هناك بالنيجاتيف تبقى 1 minus 6. 2x plus x 3x 1 minus 6 negative 5 هنعمل divide 3 هل النيجاتيف 5 over 3 موجود في الزد؟ لا طبعا ان ده فراكشن اما ده انتجر طب لما مش موجود اعمل ايه؟ هتقول له ان السولوشن سيت بتاعك بفاي لان دي نوت بيلونج تو زد اخر كوتش معانا نمبر 3 بيقول لي فروم ذا اوبزيت فينجرام فايند اكس انترسكشن الواي ايه المشترك ما بين الاكس والواي الاكس والواي هتلاقي الم... تعالى كده اقول لك حاجه جميله خالص تعالى نكتب الاكس X. الاكس اللي هي 2 و3 و4 اللي هي دي الواي y. الواي y اللي هي دي 4 5 6 7 8 الزد 7 تعالى بقى نجاوب على الاسئله من خلال الاثنين الفين ديجرام والستس بتاعت اكس إنترسيكشن الواي يعني الجزء المشترك ما بينهم اللي هو الفور. طيب إكس انترسكشن الواي انترسكشن الزد ايه المشترك ما بين الثلاثه؟ يعني ايه الرقم اللي موجود في الثلاثه؟ تعالى كده نشوفها بالراحه هل الاثنين موجوده هنا اصلا؟ لا هل موجوده هنا؟ لا. طب تعالى لل3 هل هي موجوده هنا لا هل هي موجوده هنا برده لا تعالى لل4 هل هي موجوده هنا ايوه هل هي موجوده هنا لا يبقى مفيش حاجه مشتركه ما بينهم الثلاثه طيب زد يونيون الواي انترسكشن الاكس الزد اللي هي 7 8 9 يونيون الواي انترسكشن الاكس اللي هم ده المشترك ما بين الاثنين دول اللي هو الفور يبقى اليونيون بتاعك 4 7 8 9 نمبر 4 اكس يونيون الواي يعني الاكس كلها والواي كلها 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 intersection Z اللي هي 7 8 9 هتلاقي المشترك ما بينهم اللي هو 7 وال 8 ومعها يا شباب بينتهي حل كوميليتيف تيست نمبر 10 نلتقي ان شاء الله في الكوميليتيف تيست نمبر 11 اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو الاستفاده اكبر اكبر ما تنسوش توصلوا على رقم الواتساب عشان تسألوا على تفاصيل اونلاين ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير وسبسكرايب دعواتكم وكومنتاتكم حافز لنا عشان نكمل ونستمر بتمنى لكم كل التوفيق وشكرا سلام الله عليكم